تشفي بتعطي من هالحنايا يا ربي لا نسأل درك الخداء من اللطفاتي يا ربي تقسرح وتقسرحني سجانا تخفف عليهم من الغيارك رامشة ظلما وعدوانا يا ربي تقسرح مفهومة وي كان شي واحد جيب لنا صافي شكون هذا جابونا انتي تقعدا يا ربي تقبل منا ربي تسمح لنا وتغفر لنا وتعفو عنا يا ربي لا نسألك رد القضاء بل اللطف فيه يا ربي تلطف بينا وتلطف وتيسر أمورنا وأمور المسلمين يا ربي المساجين تلق سراحهم وتيسر أمرهم وتجعلها لهم مغفرة الذنوب يا ربي تلق سراح وليدي إلياس يا ربي رمشة ظلما وعدوانا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله مولانا نوضوع الشمس هي اليوم غربات وفين شاف المسجون اللي في النمرة 9 راه جاتو هي سيريا كيغوت كنهضر معاك شنو بغيتي تحضر معاك ما غنحكيش عليك انا معاك انا ونياس
دابا شنو واش كتقرب ليا واش ما غاديش معاش ولا شنو كاين دابا شنو كاين شوف انت اللي كتنفق عندنا يا شريف غطي لنا الخطوط المدير ما كاينش غطي لنا المدير ما كاينش غطي لنا عند المدير 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 سلام وريح أرسل عليه يلا تدعو عليه أوسيريس هادشي هذا اللي كدير ماشي مزيان قالوا راه تبدل سمعوا لي بغيت نعرف شنو درتو معايا انا شنو بيني وبينكم انا فقط لقيت راسي عليكم انا في الحبس وصلت علاش شوف ما درتي والو تبقى معنا واحد ليات كنكون عارف لف في الصلاه باغي نضرب اسمع لي سي انا مع الوسام تعال لا لا انا تبقى معنا واحد ليات سمع ولكن شنو داير الاستاذ شنو درتي واسمع لي بقاش تبقى معنا واحد ليات غنشوفو كاين عندك وغادي نطلقو في شي بحال غيكون غير ان شاء الله رحمه الله وصلتني التليفون عيط للمول عطاني غير التليفون عيط للمول استاذ دابا شنو كاين شنو كاين شنو عندك انا بغيت نعرف شنو عندي راه عيط للاستاذ ديالي غنجي الوالد ديالك ان شاء الله غتجي الوالد ديالك ان شاء الله غنشوفوك شنو داير وغادي نطلقوك ما كاين والو دابا انت اللي كدير الصداع كتبقى تغوت انا ما يمكنش انا كنت نلعب في داري فقط القطعه ديالي عرفتي كدير انا على واحد جبناك هذا المدير شوف جبناك هذا المدير ماشي اللي كتبغي هذا المدير هضر معاه باحترام هضر معاه باحترام علاش انا ما لا بلا ما نخدموا العنف يا سيدي علاش استاذ انا نخدم علاش اعتقدت اسمع اسمع دابا راه شيخ نهار شوية نهار فهمت سيريس شوية خدتي شوية سيريس الحمد لله ماما انت شارك سيجارة؟ ما قرأتش خفل نفسك سيارة مدير وارو احنا مديرين كورو وسيجيس بغا تقافز عجبات تقولي مدير لي وارو احنا راه مكرفسين في هذا الحبس اللي كتهضر عليه انت احنا راه مكرفسين فيه مش حنا جناك وسيجيس كتب لي راك راجل مزيان عفو عليك عفو دين كلكم يلا طب وقف الله يعطيك الشفا صار ماشي ديال هاد القرفيصة صافي وخديت الفطور ديالك ما خديتيه ما كليت والو الشفا ما عرفتش انا ما فهمتش وقت القطعة ما عرفتش ما عرفتش راه ما دير والو راه ما تبقاش في الحبس ما دايرش راك ما دايرش إلا عندك شي مشكل في السيفين صافي شوف انت شنو داير ستيفين انا ما داير والو صح صافي نفسك الوالده ديالك جات هضرات مع المدير شنو